فوجعت الفنانة الكويتية غدير السبتي بوفاة والدتها وفق ما أعلنته مواطنتها الإعلامية مي العيدان. وشاركت الإعلامية العيدان منشوراً تنعي فيه الفنانة الكويتية بوفاة والدتها عبر حسابها الخاص على إنستغرام قائلة: عظم الله أجر الفنانة غدير السبتي في وفاة والدتها، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويحشرها مع الأبرار والصديقين والصالحين ويوسع مدخلها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، لا تبخلوا عليها بالدعاء فالدعاء رزق الميت. وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع منشور العيدان مقدمين أحر التعازي للفنانة الكويتية بوفاة والدتها، وجاء في التعليقات: لا إله إلا الله وعظم الله أجركم، الله يرحمها برحمته يا رب. وعلقت متابعة: الله يرحمها ويغفر لها وجميع موتى المسلمين. ولم تعلن الفنانة غدير السبتي إلى الآن عن وفاة والدتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما ظهرت قبل ساعات قليلة عبر حسابها في سناب شات وهي تتحدث عن إرهاقها من العمل، بينما بدأت خبيرة التجميل بوضع المكياج لها. وقبل يومين تسببت الفنانة الكويتية بضجة واسعة بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتقادها مياه دولة الإمارات حيث تتواجد حالياً. وبفيديو عبر حسابها على سناب شات قالت غدير إن مياه الإمارات تسببت بضرر كبير لشعرها على الرغم من استخدامها علاجات خاصة، وأشارت غدير إلى أن شعرها تحول إلى جاف بشكل كبير ما جعلها تعاني، مضيفة: مياه الإمارات لم تلائم شعري ولم يصل سابقا إلى هذه المرحلة من الجفاف رغم استخدامي مختلف الزيوت والمرطبات والشامبوهات والمسكات والمغذيات دون أي فائدة. وطلبت الفنانة الكويتية المساعدة من متابعيها لنصحها باستخدام أي مادة مفيدة تجعل شعرها رطبا مرة أخرى. واضطرت الفنانة الكويتية غدير السبتي للخروج بتوضيح والرد على الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها بسبب حديثها عن تأثير المياه على شعرها. وأكدت السبتي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على سناب شات أنها لم تنتقد المياه في الإمارات، بل قالت إنها لم تناسب شعرها لأنها في زيارة وليست مقيمة، وأشارت إلى أن ما قالته طبيعي ومسألة عادية تحصل مع الجميع، لأن الشعر يعتاد على نوع معين من المياه ويحتاج إلى وقت ليتأقلم مع نوع جديد.